أمرين هيحصلوا لك لو أنت رأيت الاستحمام في المنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. رؤية الاستحمام من الرؤى اللي ناس كتير لما بتشوفها بتبقى مستغربة، يعني إيه أرى نفسي إن أنا بستحمى في المنام؟ وهل رؤية الاستحمام دي رؤية مبشرة ولا رؤية فيها شر؟ طبعا يا جماعة، رؤية الاستحمام لا تخلو من امرين او لا تخلو من شيئين هيحصلوا لك او هيحصل لك حاجة منها لو انت شفت ان انت بتستحمى يعني في المنام. بس قبل ما ابدأ في ذكر الامرين وذكر التفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وتدعي لي في تعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبيب قلبي نسمي الله ونبدأ على طول في ذكر التفاصيل والامرين بالكامل ان شاء الله. اول امر هيحصل لك باذن الله لو انت رايت الاستحمام او رايت نفسك ان انت بتستحمى في المنام، هو التخلص من الهموم والتخلص من الاحزان والشفاء من الامراض لو انت مريض. يعني لو انت شفت المنامات اللي انا قولها لك دي، اعرف ان انت يا اما هتتخلص من هموم لو انت مهموم، او هتتخلص من احزان لو انت عندك حزن، او هتعالج من امراض لو انت شخص مريض. وده لو انت رأيت ان انت بتستحمى بشكل طبيعي سواء بالصابون او عادي في الحمام وبتستحمى، او كنت بتستحمى بماء والماء ده كان ماء دافي، يعني الماء ده كان ماء ساخن. فرؤية الاستحمام عموما فبتدل زي ما قلت لكم يا جماعة على يا اما الشفاء من الامراض او التخلص من الاحزان والتخلص من الهموم. فده الامر الاول. اما الامر الثاني وهو منام مش يعني منام مش كويس، هو بيدل على بعض المشاكل وبعض الهموم وبعض الاحزان اللي هتيجي في حياتك. ودي لو انت رأيت ان انت بتستحمى ولكن كان بملابسك، يعني رؤية الاستحمام بس بالملابس، ان انت شفت نفسك بتستحمى مثلا بس كنت لابس ملابسك، او ان انت بتستحمى بس كنت بتستحمى مش بالماء بقى، كنت بتستحمى بالتراب. فالرؤية دي برضو مش كويسة، يعني ليست رؤية كويسة. لكن الاستحمام يا جماعة زي ما قلت لكم في الطبيعي، سواء كنت بتستحمى في الحمام بالماء الساخن او حتى بتستحمى مثلا من ماء البحر او كده، فالمنامات دي مبشرة وزي ما قلت لكم بتدل على التخلص من المشاكل والتخلص من الاحزان والتخلص من الهموم. فبالتالي اي حد يشوف المنامات دي يبشر ويتبشر خير يعني. فبس كده يكون الفيديو خلص وكون كده يكون التفسير خلص. طبعا اكون استفدت من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.